والله رح شو بيساوي يعني؟ لازم نختصر بالتكاليف، ما في حل تاني. مو حتى نعرف شو صاير؟ اليوم اجت مصلحة الكهرباء على المشروع، ما بدها زكا كتير حتى نعرف انه لقوا سبب وجيه ليقولوا لنا وقفوا عندكم. معلم مزبوط الكلام اللي عم قوله ولا انا غلطان؟ لا لا ما انا غلطان ابدا. هذا الكلام انا عم قوله من شهور، نحن لازم نوفر. شمنتو والحديد يعني؟ بشمنتو والحديد والكابلات وكل شيء عم نحطه، لازم نختصر التلت. التلت؟ ايه التلت. وكل يوم توقع بناية على راس سكانها بعالمك هذا الثالث والثلاثين المتخلف اللي كله رشاوي واجهزة فاسدة. ليش؟ السنة الماضية بألمانيا وقع مركز تجاري. مزبوط الحكي. بألمانيا السنة الماضية نزل ثلج أكثر من كل الحسابات اللي عاملينها المهندسين. يعني بحياته ما نزل هالقد. نحن لو بينزل عنا ثلج مثل أنت لوين كنت رايح؟ في معمل باتون أسعاره أرخص. قلت بروح بسأل، إذا مشي الحال بلكي مغير. أرخص يعني عم يغشوه من عندهم. بتكون المسؤولية عليهم. طيب والناس اللي رح يتضرروا؟ كأنه البنايات عم توقع كل يوم. ما بيهمني شو عم يوقع. أنت لما بتدرس بالجامعة بيعلموك احتمالات الهزات الأرضية، احتمالات المياه الجوفية اللي ممكن تمر وتسبب انحباس بجوف الأرض، وعشرين احتمال ومية احتمال غيره وغيره، مشان يضل البناء واقف وما يوقع. كل هذا بتعمل حسابه. بليش نحن بدنا نعمر بناية؟ بنقول إن شاء الله ما يصير شيء، يا رب ما يصير شيء. طيب بلكي صار. تعالوا يوم الجمعة ناخذ الأولاد ونروح لشي محل. ما بقدر. كمان يوم الجمعة في عندك شغل؟ ما عندي شغل، بس عازم هذا مدير مصلحة البطيخ على الغداء. أنا بطيخ؟ مو مهم، المهم لازم أعزمه على الغداء وأقعد وأعمل له مهرج وأعمل له نكت وأعرف شو النكت اللي بفضلها هو. وأنت شو بيعرفك بقى بالنوع اللي بفضله؟ حافظ ثلاثة جاهزين، وحدة عن كير النسوان، وحدة عن الحموات، ونكت عن أمريكا وضد إسرائيل، وأنا بشوفه على شو الضحك، فلازم أحكي له نكت من هاي على طول. لا أول مصيبة إنه أنا بدي أضحك عن نكت البايخة تبعي مثله وأكثر منه كمان. وما بيصير ما تعزمي؟ لك يا علي إذا ما عزمته بيوقف لي كل الشغل. طيب خلص طول بالك، باخذ الأولاد وبروح لحالي، أمري لله. صاير عم تعصب. من جد أنا آسف عليا، عن جد يعني بحب اروح معكم اكثر منهم بكثير، بس شو بدي اسوي؟ والله بعرف حبيبي بعرف. طول بالك، اصلا هيك شغل بده تضحيه منا كلنا، مو مشكله انا بتحمل، المهم انت تكون منيح. مرحبا عديل. اهلين عمو. عم تستنى منصور؟ لا عمو انا كنت مارق من هون بالصدفه يعني. لك حتى لو مارق بالصدفه بتدق الباب بتفوت بتسلم على عمتك تشرب لك فنجان قهوه كاسه شاي وبعدين بتروح. تفضل تفضل. لا ما بصير عمو تفضل، ما بصير. الله يرضى عليك يا ابني. تعرفي صاير خلدون عم يعصب كتير، بالأول ما كان هيك. كمان مسؤولية كبيرة. أي والله معك حق، كبيرة كتير. معلش بدك تطولي بالك. والله أنا بالي طويلة وليسة، بس الحياة ما عادت مثل الأول. أي مصروف بس بالمنطق يعني، ما أنت يا أما بدك مصاري يا أما رجال بالبيت. لا أنا بدي أعيش مثل الأول بس بدي أصرف مثل هلأ. هذا الكلام مستحيل طبعا بتعرف. بعرف ستي بعرف. شو وين دلال خانو؟ ما بعرف ولا بدي اعرف. مرحبا. ليش ما عم تدقوا لي؟ هلا ذكرتك، لو تاخرتي شوي كنتي غنيتي. دريتو؟ لوليا تجوزت. شو؟ كيف يعني تجوزت؟ هربت مع نادر واجوا اهله وخطبوها وهي وافقت. قلتلكن انها فلتانة ما كنتوا تصدقوني. اصلا اجوا خطبوها حتى ما تصير فضيحة. خلص بقى دلال خلص.
بعدين هي تجوزت وراحت، اهدي بقى وارتاحي. شو قلتي لها؟ ترتاح. هي ترتاح هي؟ ما بتقدر ترتاح، الغيرة عمي تعمي. هلا أنا بدي غار من وحدة مثل لوليا؟ لا بقى دلال، لا. أي والله لوليا عين الله عليها. إيه، أنت بدك تغاري من لوليا، بس ليكي معك حق. صعبة كتير إنه الوحدة تبلش تكبر، وفي عندها بالبيت بنت صبية حلوة، وكل مالها عم تحلى وتحلى وتحلى، كتير صعبة، معك حق. هلا هذا اللي طلع معك؟ إيه والله هذا اللي طلع معي. أنت شو بكي؟ مالك شايفة حالك؟ ما عندك مراية بالبيت؟ روحي عندي مليون مراية هون، روحي شوفي حالك. بعدين لو ما كنتي هيك ما كنتي شنعتي على البنت وقلتي إنه هربت مشان الفضيحة، مع إنه الموضوع مو هيك وأكثر من هيك. بس أنت طول عمرك ضدي. لا مو طول عمري، هلأ بس. شو يعني؟ والله افهميها مثل ما بدك تفهميها. شكرا، كتر خيرك يا ست ميساء. فهمتها كتير منيح. بخاطرك دلال طولي بالك. ليش هيك ميساء؟ والله كأنك قسيتي عليها كتير. ايه خلصنا بقى يا خلصنا. جنة هي جنة، بدها مصحة. لك انت مفكرة لوليا ليش تجوزته لنادر؟ اه مشان تهرب من البيت وقاموها على جبل خانه. شو بدها؟ اما طولي بالك، بس طولي بالك. كتير منيح، عظيم. ايه فهمت عليك استاذ، معناتها انا كل اسبوع بصير ببعث لك. ايوه طيب. بس بالنسبة للمقالة يعني اكتب على كيفي ولا في شيء محدد؟ شكرا جزيلا. شكرا استاذ، فضلتوا. مع السلامة. مع السلامة. لك مبروك. بدهم صفحة اسبوعية. وليش لا؟ انا لهلا ما عم صدق. بس المقالة اللي بعثت لهم اياها اخذوها. وبدها تطلع عدد بكرة. هي لحالها بتكفي. ولسه بدهم واحدة لبعد بكرة. الحمد لله. أهلين أمي. أهلين. أهلين يا عمتي. لوليا تزوجت. دكتور جاه عريس ووافقت؟ لا تزوجت وراحت وما عم تنام بالبيت. شو؟ وهربت معه؟ اجوا بيت عمو علاء وطلبوها، وبعدين كتبوا الكتاب ولوليا ما رجعت على البيت، وهي بالأصل ما عم ترجع على البيت. الو تحسين هون؟ اعطيني اياه. شو هالقصة اللي سمعناها؟ يعني صحيحة؟ قولوا لي موافقة؟ وين هلا؟ الله لا يسامحك، الله لا يسامحك على هالعملة. ما قلت لي حبيبي كيف الجواز معك؟ الحمد لله عمتي ماشي الحال. الله يهنيك يا رب. أخي كيفه؟ سلم عليكم. الله يسلمك. امبارح طبخ لنا شاكرية اشتهينا ناكل فيها كثير. إن شاء الله صحة. تسلم. السلام عليكم. عليك السلام. السلام. أهلين منصور. أهلين يا أبي. أهلين يا أبي. هات عمي. وهي تسلينا أنا ونادر لبين أنت ما أجيت. عن إذنك عمو، أنتوا أكيد في بيناتكم حديث شباب ومشاكل. إذنك معك عمو. خذوا راحتكم. نادر اسمك هون بس بتساعدني، بس بدي اخذ بضاعه. تعال معي. تعال بدي اخذ بضاعه بس لعند العرجاوي. يلا شرع. معلش يا ابي معلش، خليها لبكره بصير. لا ابي معلش اليوم احسن، بعدين اسمه نادر هون وناطرني الزلمه. هلا فوت نادر. يلا الله يرضى عليك. خذ هي. لا هي خذ هي الصفحه جاي مصنع جديده. يلا السلام عليكم. سلام عمتي. ساعدك عم تكتب؟ مالك شايفه كيف صاير؟ صاير كثير منيح معي. ساعدني عم اكتب. منيح بس انا كثير متضايق من حالي.
حاسس حالي حقير وواطي. ما لي عرفان كيف بدي اطلع من هي الكذبة. بطل كتابي. واللي كتبته شباب ما عاد جيت لعنا. انا والله يعني بين النادي والجامعة رشا. كيف رشا؟ ميحة. أنا تجوزت. شو؟ تجوزت مين؟ لوليا. إمتى؟ أول امبارح. كيف هيك؟ ما كان في حل تاني مشان سعرها تخلص من خالتها. يعني انتوا بدكم تسكنوا عند ابوك؟ لا هي هلا عند امي. يعني رح تسكنوا هيك؟ لا منصور انا لساتي بالبيت. شو يعني؟ قلت لك انا تجوزتها مشان اخلصها من خالتها مرت ابوها وبس. انا بعرف انه هي ما بتحبني. هلا هي موافقه تتجوزك على عيون العالم كلهم بس حتى مشان تخلص من مرت ابوها؟ ما في حل تاني. بعدين؟ مش بعرف شو بعدين، ما بعرف. بس أنت بتحبها؟ إيه أنا بحبها، إيه بحبها. إيه وبعدين؟ لك أخي حشت لي بعدين، أنا ما بعرف شو في بعدين يعني، أنا متأمل بركي بتحبني شي يوم من الأيام. طبعاً. يعني أنا عم أقول إنه مثلاً بتصير إنه ما حبتك، ما حبتك. بيكون ما حبتني. أنا آسف. في عندي بالنادي مباراة الأسبوع الجاي، تجي تحضر؟ إيه بتجي. مريتي على لوليا؟ ما لقيت حدا بالبيت. هي كل يوم بتتصل فيني، بس صار لها شي 3 أيام ما حكت معي. وأنا ما بحب دق إلا مشان مرت أبوها. كي يلا معلش. ألو مرحبا أمين، أعطيني لوليا. بلا جدبة. لك أمين ما عم أمزح معك، أعطيني لوليا. طيب أعطيني رقم تليفونها، وإذا طلعت عم تكذب رح تاكل شو قتلة مني؟ أعطيني يلا شوف. 2 إيه. طيب ماشي. قالوا لي اتجوزت وطلعت من البيت. شو ها؟ الو مرحبا، لو سمحتي ممكن احكي مع لوليا؟ الو لك لوليا شو صاير معك؟ عم تحكي عن جد؟ طيب وين انت؟ ايه عرفته. طيب نقدر نجي هلا؟ انا والانسه سمر. طيب يلا جايين لعندك. يلا باي. يلا امي روح لعند امي. شو بابا بدكم تروحوا؟ ايه بابا رايحين نشوف لوليا شو صاير معها، بس ارجع بحكي لك. بدك شيء؟ ايه بابا لا يرخي، افتحي لي القفص. بابا بس لارجع. ايه يلا باي. معلش حبيبتي، معلش خلاص. معلش حبيبتي كله بيتصلح. إلا ما يجي يوم كله بيتصلح. في واحد بعرفه اسمه وسيم، كان دائما يقول لي إنه هو كتير متفائل وإنه رح يجي يوم كل شي يصير منيح. هلا أنا ما بصدقه، بس بحب اسمعه عم يحكي. بحب حكيه كتير. أنتي لساتك صغيرة والدنيا ما بصير تكون دائما سودة. كله بيتصلح، والله كله بيتصلح.
لا ما في شيء بيتصلح، ونحن ما بنقدر نعمل شيء. نحن بننحني ومنطخي راسنا وبنتحمل ومنكذب على حالنا. رفيقك كذاب وما في شيء بيتصلح. الدنيا ما بصير تكون سودة، بس هي سودة. سودة للناس الطيبين اللي ما بيقدروا يعملوا شيء. سودة لإليك وللوليا ولأبي ولنادر اللي تجوزها لأنه بيحبها بس مشان يساعدها، وهي ما بتقدر تحبه. رح أعمل جهدي، هو كتير منيح. لأنه كتير منيح أنت ما بتحبي، لازم يجرحك ويهينك ويحتقرك وقتها بتصيري بتحبي. هيك الناس، وما لازم تعملي جهدك لأنه الحب ما بيجي بالزور. أنت ليش هيك عم تحكي؟ ميسون، أنا ما عم صدق إنه قلبك هيك قاسي. مو الحق علي، الحق مو علي. أهلا وسهلا بالصبايا، تفضلي. يسلموا. أهلين أنسة سمر. أهلين، يسلموا إيديكي، عزبناكي. لا ولو، يا أهلا. أنا سمعت حكيكم وحابة أتدخل فيه. لا تفكروا مشان نادر، مع إنه ابن أختي وأحب الناس على قلبي، مشان رأيكم عن الدنيا السودة. أنا ما تجوزت، مع إنه كل عمري كنت أحلم يكون عندي بيت وولاد. ليش ما بعرف، مثل ما بيقولوا ما إجا نصيبي. وبعد ما فقدت الأمل، بتيجي وحدة رفيقتي عندي بالوظيفة بتقلي إنه في عندها أخ بالسويد، ماتت مرته وولاده كبروا ومو ناقصه شي. بعتت له صورتي بدون ما تقلي، عجبته وطلب إنه يتجوزني. ما بعرف، حسيت إنه الله فتح لي طاقة ما بعرف كيف، وحسيت إنه الدنيا مو سودة مثل ما عم تقولوا، يعني مو سودة 100%. وشو قلتي؟ ما قلت شي، عم فكر. لا تسافري. ليش بقى؟ هونيك رح يصير عندها بيت. أي وهون عندها بيت. أنا فكرت إذا بتجوز أكيد نوال وعلاء رح يرجعوا لبعض، وأنت ونادر بصير عندكم بيت لحالكم، وما كان معكم بتحبوا بعض إن شاء الله. وأنت بدك تسافري مشان هيك؟ البيوت غالية كتير، بعدين لما الناس بتعيش مع بعض تحت سقف واحد بتتقرب من بعض أكتر وبتصير تفهم بعض أكتر. وأنت مشان نادر بدك ترمي حالك هالرمية؟ مو رمية، أخته كتير منيحة وآدمية، وأكيد هو آدمي ومنيح مثلها. حكيتي لنوال؟ ما حكيت لها، بعدني ما حكيت لحدا، قلت لك اني عم فكر. طيب انا حاحكي لنوال ولنادر ولعمو علاء، وخلينا نشوف شو رح يقولوا، وحقول لهم ليش هيك انت بدك تعملي. لا لا، مو بس مشان هيك، انا بدي اجرب حظي. انا محلك بوافق، بروح بتجوز وبشوف الدنيا، واذا ما عجبني برجع وبطلق. وانت شو رايك انسه سمر؟ اي وانا بروح لوين ما كان، بس انا ما عندي محل روح عليه. تفضلي تفضلي. كيفك علاء؟ يا ميت اهلا وسهلا. بدي اقول لك مبارك معودك. بس الله يبارك بعمرك، شرفي، تفضلي تفضلي. انا جاي خمس دقائق بس. معناتها حط القهوه على النار؟ لا لا لا، ما في داعي، ما بقدر اشرب قهوه لسه، ما تغديت. ابن غديكي عنا حاطط فاصوليا عيش خانم على النار؟ لا، بدي عزيمه رسميه، غير هيك ما بقبل. معناتها بالمطعم بدو يا اكلاتي. وانا موافقه. طيب شرفي تفضلي، بدك تضلي واقفه؟ تفضلي. يا علاء، في لك عندي مفاجاه. خير؟ شوف يا سيدي، في برنامج منوعات عم يتحضر، وفي فقرة عن الطبخ. هاي الفقرة لازم اثنين يقدموها، واحدة من بيناتهم رح كون أنا. إيه؟ عم قول شو رأيك تقدم معي هاي الفقرة؟ أنا؟ إيه؟ بس أنا يعني بصراحة ما يعني ما عندي تجربة ولا خبرة، يعني شغلي فيها كاميرات وما كاميرات. يعني أنا اللي عندي خبرة. هنتعلم سوا، مو مشكلة. بعدين عم يدفعوا منيح. إيه بس وشغلي؟ أنا ما فيني أترك شغلي. هلا هن ما رح يستغنوا عنك صح؟ لا ستي بيستغنوا،
بهالبلد ما في حدا لا يستغنى عنه. لا سيدي ما رح يستغنى، لأنه إذا عرفوا إنك رح تطلع بالتلفزيون رح يطير عقلهم. لا تنسى إنه دعاية للمطعم هاي. بس هذا الشيء عند الناس اللي بتقدر وبتفهم. يا سيدي إذا ما وافقوا بس تطلع بالبرنامج رح تلاقي 100 مطعم عم يستناك وبأجر أعلى. والله ما بعرف يعني ما بعرف شو لك. شو؟ عم تتدلل؟ لا مو قصد دلال، لا والله. طب خلص مثل ما بدك. هيك ها؟ اتكلنا على الله. معناتها بكره الصبح بنروح بنعمل حلقة تجربة. ولي لسه في تجربة كمان يعني ممكن ننخذها، ممكن يقولوا لنا لا ما بدنا ياكل. لا لا اطمن، أكيد ما رح يصير هيك، كل شيء مزبط. طيب يلا ماشي. أوكي. طيب معناتها عم نلتقى بكره بالمدخل الساعة 10 الصبح؟ إن شاء الله إن شاء الله، 10 تمام بالمدخل. يلا باي باي. الله معك، مع السلامة ست ميساء، مع السلامة. أنا باخذ العقل، كيفك أنت؟ ممتازة. طيب الحمد لله. كنت بدي أقول لك على شغلة هيك خطرت ببالي. بخصوص شو؟ بخصوصنا أنا وياك، يعني أنا عم فكر لأي حل جذري لسوء التفاهم اللي صار بيناتنا. سوء تفاهم؟ ما بتذكر هيك شيء. أبداً؟ لا عار. عال كثير بتعرفي هيك سهلتي علي اللي بدي اقول لك اياها. تفضل. لا انا عم فكر انه اعزمك على عشاء. عشاء انا وياكي بهالحاله بس بتاكد تماما انه ما عاد في اي اثر لسوء التفاهم بيناتنا. لا 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 هي ما حبيتها منك يا استاذ. انا مرا محافظه ما بطلع بتعشى مع رجال غريب برات البيت. طلعت محافظة وشريفة الخانم. ضلت ربع ساعة قاعدة عنده بالبيت لهذا المرمطون. عيلت الساعة أنا ربع ساعة ضليت. العمى قال بعزمها على عشاء، قال لي ما بطلع مع رجال غريب بتعشى أنا. العمى أنا عاجبها وهيك. كيف لو ماني عاجبها؟ تحط لي زي قاعد وعاني على الدرج؟ لك طول بالك ولا ما عم بفهم شيء. ليش أنا فهمان شيء أنا؟ لك أنا الحق علي من الأصل. شو بدي بالقصة؟ أنا بدي أتعرف على حدا أنا. مين هذا المرمطون؟ بعدين أنت وين شفتها لحتى تعزمها؟ أنا نازل على الدرج وهي طالعة على بيتها. ليش انت شو اخذك على بنايتون؟ او بالاحلاقية شو جاب على بنايتكم؟ لك ما هي ساكنة بالطابق اللي فوقي. ساكنة بالطابق اللي فوقك؟ اي ايه بس انا وسحر فهمنا انه انتم ما بتعرفوا بعض. اي وانتم الاثنين اتفقتوا تجوا لهون مشان ما تحرجونا؟ اي يعني قبل ما تجوا لهون ما كنتوا عرفانين، بعدين شفتوا بعض. وانتو الاثنين عملتوا حالكم ما بتعرفوا بعض. ايه وضلت مكذبة علي؟ ايه وهي ضلت مكذبة على اختها؟ ايه الو سحر، فيك تجي لعندي شي 10 دقايق؟ كثير. لك انا الحق علي من الاصل. شو بدي باللت والعجن تبع النسوان هنا؟ انا قدهم انا في عمل القصه. مرحبا استاذ جمال. شوفي قلتي لها لاختك انه ريحه طبخاتها فحت كثير عنا بالبنايه، كثير فحت. والافضل ها؟ الأفضل إذا إجت عيني بعينها تعمل حالها ما بتعرفني. نوب لأني أنا ما راح أقول مرحبا.
خير؟ شو صاير؟ اخوك شبه؟ فوتي هلا بحكي لك. ميساء قالت لك شيء انه هي واخي جمال ساكنين ببنايه وحده؟ كذب. اختك ميساء وين ساكنه؟ بالخطيب. ايه انت ورايحه من موقف الباص باتجاه الدوار، لفي على ايدك الشمال ثالث بنايه على ايدك اليمين، وميساء ساكنه بالطابق الثالث. ايه واخي ساكن بالطابق الثاني. يعني بيعرفوا بعض؟ من سنين. وكيف انكشفت القصه؟ لانه عزمها على العشاء وحضرتها رفضت. وليش حتى ترفض طالما عاجبها؟ اساليها الا، المهم اخي طاروا فيه وساتوا. جمال بتعرفوا بعض؟ شو عرفت؟ جميلة قالت لي. لا لك حتى كذب ما بيعرفك زي. طيب ليش ما رحتي تتعشي معه؟ راح شكاني لأخته ما؟ والله شو عمل بكي؟ والله ما بكي لجميلة؟ شو قال لها؟ يا جميلة يا جميلة مشان الله مشان الله قليلة تجي تتعشي معه يا جميلة. خلصنا بقى يا يعني شو قصدك من كل هاللعب هاد ها؟ لك سحر، أنا بكره الرجال التافهين يلي مالهم لا شغلة ولا عملة غير يشانوا عن نسان ويحكوا عنهم لأنه مو طالع بإيدهم. على فكرة قال إذا شفتيه لا تسلمي عليه لأنه ما رح يرد عليك السلام. لا لا قهرتيني عن جد خفت. بضع كلمات عن والدي أشعر أن من واجبي أن أكتبها. أبي ينتمي إلى ذلك الجيل الذي تجرع الهزائم واحدة تلو الأخرى، هزائم كان ينبغي أن تفقده إيمانه وعزمه، وقد فعلت هذا بالكثيرين، ولكنه وبالرغم من ذلك، بالرغم من كل المعيقات التي مرت في وجهه، بقي صامداً وظل مثابراً على العمل، يبحث ليل نهار عن طرق لتسيير أموره، مع أنه
كان من المفروض أن يقع ويستسلم، إذ كانت الأمور تسوء أحياناً إلى درجة يخيل فيها للمرء أنه لم يعد هناك أي إمكانية للنهوض، ولكنه كان ينهض في كل مرة. إنه جيل يدعو للفخر، ليس مثلنا نحن شباب اليوم الذي تعودنا أن نأخذ كل شيء جاهز بعدما تعب آباؤنا في تحصيله بعرق جبينهم. أنا فخور بك يا أبي، ولكنك لن تعرف ذلك أبدا. فماذا يعني أن يفخر بك شاب رخو مستهتر مثلي؟ وأنا كمان بفخر فيك يا أبي. كيفك؟ الحمد لله تمام. كيف الدراسة منيحة؟ ايه تمام. شو ما في حدا؟ لا راحوا على السوق.
طيب ليش ما رحتي معه؟ ما بعرف، ما جا على بالي اطلع من البيت، قلت اقعد بدرس. كيف الدراسة منيحة؟ كله تمام؟ ماشي الحال. هلا انتم بالعادة لما بيجي لعندكم ضيوف يعني ما بتضيفون قهوة مثلا؟ بلا. انت كيف بتشربها؟ اعمليها نشوف كيف بتطلع معي. طيب ماشي. تذكرت تشربها سكر على الريحة. منيح اللي تذكرتي. مع انك ما بتدخن. يعني لازم الواحد اذا بيشرب قهوة على الريحة يكون بيدخن؟ هيك الناس بيقولوا. انت بدك يعني يدخن ولا لا؟ لا انا ما بحبك تدخن. كرمالك انا جاهز. عفوا بس انت مشان عملت كثير. ايه تروحي مشوار؟ لوين؟ صحيح تذكرت انت عندك دراسه وما بدك تطلعي. لا بطلع. لوين بدك؟ تروح لعند ميسون، هي ضايق خلقها وما في غير ابوها، بتسليها. طيب روح. طيب ثواني بكون جاهزه. يلا. طيب والقهوة؟ القهوة بنشربها بعد ميسون إذا بتسقينا هي كمان. بتسقينا؟ أنا رح أطفي الغاز وبستناكي بالشارع. كنت اندم كثير. ليش؟ لانه كنت احكي كثير وما اسكت، فاقول هلا بدها تقول عني اجدب وكثير غلبه وكثير حكي يعني. بالعكس كنت ما بعرف، كنت احس انه كانهم مقرب بعض، يمكن لانه جيران. يمكن. بس بدي اقول لك على شغله قبل ما نفوت. ابوي ميسون مريض ممكن يحكي اي كلام. شو بدي احكي يعني؟ انا ما بعرف، ممكن يكون معصب يعني، بس انت لا تهتم. مين يا ميسون؟ بابا هدول لوليا ونادر. مين هاد نادر؟ مرحبا ماما. اهلين. اهلا وسهلا. بابا هلا بس يروحوا، بس طبعا بعد ما نشرب القهوه بقول لك مين هو نادر. عجبوكي كثير حلوين بعدك. يلا تفضل فوت فوت. اهلا وسهلا. اهلين. اهلين. على فكره ميسون بدها تدرس هندسه حدائق. هندسه حدائق؟ ليش احنا في عنا هيك فرق؟ لا. لكن شو؟ ما بعرف. ليكي اللوحه عجبتني كثير وبدي اخذها. والله شو المناسبه؟ بمناسبه شبكي عم نمزح، عم لاقي حجه بس طولي بالك. رح اعمل هيك، خلص بس خلصها رح اهديكم اياها. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. يلا قايمه اعمل قهوه، كيف قهوتك؟